حاجه مرحبا بجريده عبير عندنا هنا في الدار. حدث اسمح لي والله القسم راه تلفت هاد الايام هادي راه مديرونجي ديال بصح. مرحبا بجريده الحدث عندنا هنا في الدار، مرحبا بها في اي وقيته. صراحه انا جيت باش نقول الراي العام، سمحوا لي بزاف، وبغيت نقول المغاربه سمحوا لي على اي حاجه بانت، سمحوا لي نقص الصوت، لان من الزواج الاول ديالي خديت واحد القرار انني ما عمرني غادي ندير بحال هاد المشاكل هادي. وانا ما تزوجتش بها وهي صغيره، انا كنقول غنتزوج بها وهي كبيره. من واحد الناحيه انا كنبغي الكبار، لان واحده كبيره كتكون في واحد اللاج ديال 40 عام، والمراه ملي كتوصل 40 عام عندك الساعه كيبدا يطلق لها حروف الزين كيف ما كنقولوا حنايا، كتشرب عقلها. يعني مزوج بها شهر بعقلها، مزوجها مطلقه اون بلوس، يعني الا كان عندنا حنا ما عندناش عقل، هي غادي يكون عندها العقل. صافي يا سيدي، تزوج تعرفت على واحد السيده اللي سميتها مالكه، مقيمه في الديار الايطاليه. مع ان في ديك البيريود يعني كنت كنهضر مع بزاف ديال الناس، وانا عزلت مالكه ما بين دوك الناس كاملين، لانها كانت كتبان لي واحد الانسانه درويشه ظريفه، ما كتهش فيك الراس، فكرتني عندها واحد الاحترام نقارضه من المجتمع ديالنا. الاحترام ديالي يعني مبالغ فيه. صافي بقينا تتزوجنا، كنت انا وياها بحال السمن مع العسل، يعني العلاقه ديالي معها مزيانه. زيد على ذلك شي ايام ولا كيوقع واحد الخلاف بينه وبينها، يعني بنادم سحر لينا، يعني بزاف ديال الناس سحروا لها هي وسحالها شات السحور. تفضل. مرحبا. يعني كنشوف السيده يعني ولات كتغير اكثر من القياس، ولا عندها حب التملك، يعني كتغير عليها لواحد الدرجه ما تتصوروش. مزيان. كلشي هو هذاك، كتغير عليا لواحد الدرجه ما تصوروش. وانا ما كنلومهاش، علاش كنقول كتبقى مره؟ المره اللي ما تغيرش على راجلها راه ماشي مره، هادشي علاش كندوزها بجغيمة الماء. يعني مشيت لطنجة وانا كنقسم لكم بالله ما عمرني درت شي حاجه تماك، كلشي غندوزو لي. مشيت لطنجة بنادم كيعمر فيها، علاش كنقول لك انا سبابي الناس؟ بنادم ذاك يدخل عندك يقول لي راه انا كنخونها في طنجة، راه انا بيت عند هادي، راه انا بيت عند هادي، هي ما كتقبلش، كتطلع تقول شي هضره ماشي تالي، والناس كيتسحب لهم حنا كنمثلو، كتطلع في لايف كتقول راجلي خاني راجلي هادي. وانا عارف يعني من واحد الناحيه عاضره، بنادم اللي كيمشي يعمرها وبنادم اللي كيمشي يعمر لها راسها وهي فيها الوسواس. اوكي يا سيدي، بقينا انا منك توصل تولت هي كتفكر في الطلاق، وانا ولدت كنفكر في الطلاق. ولكن ملي كنجي كنشوف كنلقى راه مازال مراتي مازال محسوبه عليا. انا ما عرفتش هادوك اللي طالعين كيبداو يقولوا لها سيري طلقي من هذاك، سيري ديري بهذاك، واش هادوك مسلمين ولا يهود؟ واليهود ما غيديروش هاد الحاله هادي. واش عارف بانك غتدخل عند جوج وغتفارقهم؟ راه غدا يوم القيامه راه ما غاديش يشوفك الله سبحانه وتعالى. سر قرف الدين وبحث على الدين وغتعرف اشنو كاين. نتوما من كثرت ما عمرتم عن المنافقين، وبنادم كابر مع والديه كيشوف امه كتنافق، لا حول، ما بغيتش نقول شي هضره لان الجريده هذه كنحترمها مزيان. انا بعدا ما نتقبلش نشوف انا جوج مزوجين، واخا تكون المراه اللي فيها الديفو ولا الراجل اللي فيه الديفو، الا ما دخلتش بخيط بيض رجع اللور. علاش غادي نقول لهادي سيري طلقي من هذا، وهذا نقول لي سيري طلقي من هادي؟ هذا راه ايتم خايب. فاقي كتبغي انت مالك ولا؟ انا ملي تزوجت بها ودوزنا واحد الاكسبيريونس راه ضروري ما غتبغيها. باش نقول لك يعني هادي راه العشره والحب كيجي مع المده كيجي مع الولف، والسيده راه علينا عام وانا مزوج بها ضروري غنبغيها. غير هي انا تمنيت تكون ما بغاتنيش، من كثرت ما بغاتني ولات كتغير، والغيره ديال الملكه راه لا حول ولا قوه الا بالله. شفت عمرني شفت بحال الغيره ديالها، كتغير لواحد الدرجه ما تصوروش. شي حاجه مثلا وقعت لك معها اللي بان لينا انه ولا شي حاجه وقعت لي معها؟ ماشي مشكل، غنقول لك السبب من المشاكل اللي كان اللي كنت كنواجههم انا وملكه. هي ملي كانت معايا هنا في المغرب كانت دوزت معايا واحد شهرين، كان واحد بات ولده كيبدا يصوني عليها، كلشي عندي مسجل اي حاجه، غدا ان شاء الله غادي نفرغ كاع الدلائل اللي عنده وغنديرهم في السيده وغندير معاه المساطير القانونيه. كيصوني عليها مع ثلاثه ديال الليل كيقول وسكران، وكيقول لها مالكه، واحد دوس واتزامي، تحيه للناس ديال واتزام كنحترمهم بزاف، مالكه شوفي صاحبتي كي دايره، وسكران كاو. قالت لي بعد مني راه راجلي، دوزي لي نزار دوز. واش انا غنهضر انا معاه؟ واش انا غنهضر مع هذا؟ صافي كنبقى ساكت، كنقول للملكه حيدي النمره ديالو، كتقول لي حكا راه عندنا ولد بيناتنا، الا جيت نحيد النمره ديالو راه ما غاديش يلقى فين يسول ولده. وخليته على ود
راه بيناتهم ولد وهكذا. وكيدخل عند البريفي كيبدا يعاير فيا فهمتيني، وانا راه مراقب ليها الواتساب ديالها مزيان هادشي اللي ما عارفش هو. ملي كانت كتكتب شي لايطاليا كان كيوقف عليها بالطوموبيل ويقول لها خرجي عندي ديري ليا. هاد السيد هذا انا ملي درت لايف ووضحت اشنو كاين قال لك اسيدي باغي يدعيني. الله الله، قال لك باغي يدعيني في القنصليه ديال ايطاليا، امه باغا تدعيني. وباش عرف الخيبت اللي فيه هاد الناس، انا صونات عليه واحد النهار الام ديالو وقالت لي هضرت معاه بواحد الطريقه محترمه، وانا السيده كبر مني ما بغيتش نخدم مع عقلي. قلت السيده كبيره غتعرف بينه وبين الله سبحانه وتعالى، انا كنهضر معاه وهي كتسجل فيا. ولدي انت بحال ولدي، ما بغوش لك شي حاجه خايبه. ملي كبلت الناس معها درنا الفلوس، دارت لولدي دقدت الوراق لولدي طا 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 طا. قلت لها واخا خالتي سمحي لي بزاف، انا لا شفت في واحد الصوره اللي هي خايبه، سمحي لي انا كنعتذر، ولكن الا درتي راسك في بلاصتي هذيك المزوج بها راه شرفي، ما غاديش نسمح انا واحد كالليكس ديالها غيبدا يهضر معاها ويقول لها ديري هادي وديري هادي. سير سيدي من بعد كنشوف انا هي كتهضر معايا ومسمع لولدها اللي هو الطليق ديال ملاك، وكيسجل في الصوت ديالي، والصوت ديالي صيفطوه للمدام. جابت ولدها قال لها شوفي امي كيفاش كتهضر معني زهر، هو غير فيلم دايرينو بجوج. اول حاجه في القانون عندنا هنا في المغرب، حقاش انا 20 محاميين صحابي كاع كاينين في القانون، يعني انا ماشي جاهل للقانون كيف ما كنقولوا، والقانون لا يحمي المغفلين. السيده كتهضر مع واحد انفلونسور مؤثر اجتماعي، شوفي من قلبت على النمره ديالي، جالسه كتهضر معايا، والمكالمه ديالي اللي معاها في الخاص جالسه كتسجلها وكتصيفطها لواحد اخر. هادشي في القانون المغربي ميمكنش، هادي راه مخالفه، بنادم غادي يدخل عليها الحبس وغرامه ماليه من الفوق. ما عندكش الحق اخالتي تهضري معايا وتسجلي الصوت ديالي وتصيفطيهم لولدك، وولدك يشد الصوت ديالي عاوتاني يصيفطهم للمدام، وعلم الله فين مشى الصوت ديالي. المهم راه الدلائل وكل شيء، والمدام قالت لك غتشهد معايا بزاف ديال الامور. والثاني حاجه، هاد السيد هذا اللي قال لك باغي يدعيني، مرحبا مرحبا، القانون قدامك دير اللي بغيتي. حتى انا غدا ما غاديش نقول غدا شنو غادي ندير، كتم وحوجاكم بالسر والكتمان، الضاق والسكات. ما عندكش الحق تصوني للمراه مزوجه مع ثلاثه ديال الليل وتبقى تقول هذيك الهضره، وعدي الصوت ديالك مسجل ومسجل حتى الوقت ماش عيطتي عليها، ومسجل الظلام الوقت زعما فين عيطتي عليها. اي حاجه كنديرها بالدلائل وكنديرها بالبرهان. باش غتقول انا غنسول على ولدي، ولدك غتسول عليه مع الصباح مع جوج مع ثلاثه، ماشي ثلاثه ديال الليل ثلاثه ديال الصباح. هادشي في القانون انك كتحرش على مرت الراجل، ومالك راه غتشهد معي بانها ملي كانت في ايطاليا راه كنتي كتجي عندها في الطوموبيل وتقول لي خرجي ليا. نورمالمون يعني المدام القانون راه مسبقين للمراه باش تكونوا فاهمين، انا ما نظنش مالك تبغي راجل يتشد، وانا قاعد شديت شحال كنتشد غير في واحد المؤسسه، بالعكس كندخل للحبس كنلقى سميتي تماك، الحباسه كيتعاملوا معايا زوين، الموظفين هزلنا فوق الراس، كل مره كيوقف عليا رئيس المعقل كيبقى يهضر معايا بحال اللي كاين في الخيريه انايا، وانا خرجت صحيح وزوين ومقاد. ولكن حنا بما اننا كاين في بلاد ديال القانون، مرحبا مرحبا، مسجل انا شنو عندي، وغدا ان شاء الله غادي نديروا الحساب. انا بغيت غير بنادم يبعد من ديك السيده، ما يبقاش يعمر فيها، وديك السيده غير ودينا. المهم واخا كتبان لكم في واحد الله جير 40 عام، ولكن راه عقلها راه صغير بزاف، يقدر يدخل عندها غير واحد يقول لي زرك يخونك، يتسحب لي واش بصح كنخونه. والسيده عييت ما نحلف ليها ونقول لها عمري درت، ولكن ملي شت لقيت بان السيده المهم دازت عليها ظروف، يعني ضحك عليها تخونا اللي كان، المهم ماشي ضحكوا عليها، دارت نيتها بالعكس اللي كيدير النيه، هادشي ما كيتسماش بانه بيضق ولا شي حاجه، بالعكس اللي دار نيته راه عنده قصر كبير غدا يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى. السيده دازت عليها بيريود، تعرفت بناس كذبوا عليها طمعوا فيها ما خلاوش ليها، حتى السيده ما بقات كتثق في حتى شي واحد، هادشي اللي خلاها انها ما تثق في حتى شي واحد، لدرجه انا ملي كنهضر معها وغادي معها بالنيه، ملي كتشوف هاد النيه هادي غاديه فوق القياس كيتسحب لها واش كنمثل عليها ولا كنتمرقن عليها. هي كتقولها في عقلها كتقول نزار صغير باقي وسيم، عنده الاضواء، عنده المكانه في المجتمع ديالو، مشهور خصوصا ملي كنمشيو انا ويا لاي بلاد كلشي كيبدا يتصور معايا، الناس الحباب العيالات. ولكن التعليقات كيقولوا عكس ذلك، كيقول لك انت طماع وكلشي هذا اللي على قبل داكور، ماشي مشكل، ما كنتش باغي نهضر انا على هذا الموضوع، ولكن غادي نجاوب عليه، وبسبب التعليقات هادو هما اللي عمروا الراس ديال المدام. ماشي مشكل، انا غادي نجاوب هادو اللي كيهضروا كاملين، ان بعض الظن اثم، باش تكونوا فاهمين ان بعض الظن اثم.
ما عمركم ما تظلموا شي واحد ولا تطيحوا عليه الباطل وانتم ما عارفين حتى شي حاجه. راه اللي هرب من الدنيا ما هرب من عقيبه. انا طامع في هادي. اشنو سميتني انايا؟ قولوا لي في الكومونتير دابا انا اشنو سميتني. سميتني نزار. شكون نزار؟ راكم عارفين شكون نزار. مع من كيريح نزار؟ راكم عارفين مع من كيريح نزار. اذا انا ملي غادي نتزوج انا بملك على ود الطاليان كنت كنعرف انا ناس قبل منا وهي عارفه شنو كاين، وانا فضلت على هذوك اللي كنت كنعرف قبل منا. يعني انا كنت باغي نمشي لاوروبا وغادي نمشي ليها ان شاء الله، انا ما غنكذبش غادي نمشي ليها، ولكن ما غيدونيش العيالات، غيدوني الرجال. الله يعز الرجال، لاننا كابرين مع الرجال وحلينا عينينا مع الرجال. نعم اباش نقول لكم، يعني انا ما طامعش في ديك المره، وانا غنهضر معكم. انا عارف الجريده ديال الحدث عندها متابعين كيخدموا عقلهم، هادشي علاش غنهضر معكم انا بعقلي. انا ملي طامع انا في مالك على ود الوراق، علاش كل مره غنطلع نتساب معاه ونتعير معاه؟ علاش انا فين ما نشوف غلطات نطلع نواجهها؟ علاش انا ملي سمعت بانها طيحات داك الجنين اللي كان في كرشه هرست الاتات ديال الدار؟ علاش انا كوك طامع اي غلط غديرو غندوزو في جغيمه الماء، غطلع نشوفها طالعه مع شي واحد في اللايف ونقول لها حبيبه ديالي خذي راحتك، انت راكي عقلي اوروبي ومدا ندير دوك النويطات ديالي. هضرت معايا قالت لي طاح ولدك ولا طاح بنتك، نقول لها عادي داكشي غير مكاتب واقدار، وانت مسكن حتى نتمكن. وملي مشي لديك بلاصه رطب لي تفا، وملي مشي لديك بلاصه بلاتي، وملي مشي لديك بلاصه قول لي حتى لواحد شويه، قول الماناجر حتى لواحد شويه واش عندي. وملي مشي حفك اسمحوا لي، ومن نمشي لايطاليا غنقول لها الله يعاونك. ولكن انا من هنا بينت لكم بانني ما طامعش في ديك السيده، قسما بلا اله الا الله ما طامع فيها على وجه ايطاليا. انا تزوجت بها كهي، تزوجت بها كوجهها، وليت كنعشق الروح ديالها فهمتيني. يعني راه مراتك، راه الزواج ما فيش الحب، ماشي كتزوج عن الحب ولا تبان لك ساطه قرطاسه تزوج بها، كتزوج بها والعشره كتكون الحب. اشنو هو الزواج؟ الزواج هو الاحترام، ولا تفقد الاحترام ما كيبقاش زواج. الزواج انا باقي عاقل واحد الوقت جده كانت كان كيوقف عليها جدي، كان ما كيهضر ما كيهضر كتنزل عينيها، وانا كنت كنشوف مالك في ديك البيريود كنت كنشوفها بحال داك الزواج ديال شحال هادي، ما كنهضر كتنزل عينيها. ولكن دوك اصدقاء السوء اللي الله ياخذ فيهم الحق، شوف انا نزار ولا قلت لكم الله ياخذ فيكم الحق، هادشي ما كاينش بانني مظلوم ولا تهانيت ولا هادي، بالعكس انا كنبقى نزار. ولا تسد عليا باب كيتفتح لي 1000 باب، ومول النية ديما كيربح. هادشي علاش غادي نخسر عليكم كلمة واحدة، الله ياخذ فيكم الحق. أي واحد دخل عندك السيدة قال أنا باغي على ود الوراق ونفترضوا كاع تفارقنا بسبب أصدقاء السوء، راه لي هرب من الدنيا ما هرب من عقيبة. والظلم ظلمات غدا يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة، وهاد الدنيا دي ما غاديش نعيشو فيها العمر كاملة، اليوم نموت وغدا الآخرة. أنت سد عينيك حل ما تلقى راسك قدام الله، غتسمع من ربك من دينك، وديك الساعه غادي نشوفوا. دابا المشكله ديال هاد وصلنا لواحد الزمان بنادم ولا كيبان لي هادشي عادي، ان مرا مزوجه ولا راجل مزوج يدخلوا عندهم وبداو يحرشوا بيناتهم، ما عارفينش الدنيا كيفاش دايره، ما عارفينش الله اشنو مصي. راه مزوجين هادوك اصاحبي، واخا يكون مني انا الديفو، واخا يكون منها هي الديفو، ما تجيش تدخل تقول لي راه دارت ولا فعلات، ما تقولهاش راه مزوجين. راه الا مشيتي حتى نفصلتي جوج مزوجين راه ربي غاضب عليك غدا يوم القيامه. انا كنهضر وكنعرف اشنو كنقول باش نحاول حتى الهضره ديالي تكون مرصده، ما بانش لكم كنهضر بهذه الطريقه هذه تقول نزار. انا كنحاول نهضر معكم بطريقه ادبيه لان جريده خصني نهضر بخير ولا خير. ما فهمتش ولا حول ولا قوه الا بالله، عييت من الفهم وما فهمت في هاد الناس والو. طلعت وقلتوا لي انا كتدخلوا عندك تقولوا لي انا طامع فيها على ود الوراق، ماشي مشكل، هي انا هي متيقاكم. انا شنو غنخسر عليكم؟ ان الظلمه ظلمات غدا يوم القيامه، وربي غادي يحاسب كل واحد طيح عليا الباطل، وكل واحد ردني باغي شي حاجه اللي انا ما دايرهاش. لان كيقولوا بلاتي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اشنو هي هاد عسى ان تكرهوا شيئا؟ يعني هاد التعامل اللي كنتعامل انا مع مالك، وهاد السبه اللي كنسب انا في مالك، وديك الروينه اللي درت في داره، اشنو كيبينوا بانني ما طامعش في ايطاليا. انا السيد اللي غادي نكون طامع فيها على ود ايطاليا، علاش غنغير عليها؟ علاش غتضربني النفس على كرامتي؟ علاش غتضربني النفس على رجولتي؟ فهموني، انا طامع في ديك السيده، واش نبقى نعايرها؟ واش غنسبها؟ واش نخليها لها في قلبها؟ واش غنضربها؟ لا، غنبقى معاها بحال السمن مع العسل، حتى تديني لديك بلاد
وقال لها السر الله يعاونك، ولكن لا حنا كنديروا النقط على الحروف، ما حدنا مازال ما درنا والو، ما حدنا مازال هنا في المغرب. انا كندير مع النقط على الحروف باش عرف شكون نزار، ما كنعرفش نمثل. تعرف نزار كيفاش داير؟ الطبيعه ديال نزار كيفاش داير؟ نزار عصبي، نفسه خايبه، ما كيرضاش. هادشي خاصك تعرفه، ماشي تديني لتماك ونقول سير الله يعاونك وانا ما بقيتش غادي لايطاليا. ونعطيك مثال، هذه رساله موجهه لبات ولده، عرفتي اش غادي دير؟ هذاك بوز، هذاك بوز، هذاك بوز. المره الثانيه تزوج بها علاقه جديه، يعني هذا الزواج خديته السير ماشي الزواج الاول. الله يسهل على الطريقه ديالي وانا فرحان ليها، والله يخلي ليها بنتها. ولكن المره الثانيه هذا الزواج خديته سير، يعني وليت كنخاف على شرفي وكنخاف على كرامتي، فهمتيني؟ نكمل الموضوع الاول. هذه رساله موجهه لبات ولده باش تعرفني انا ما كنحركش وما كنتزوجش انا بوحده باش تقاد ليا الجنسيه وتقاد ليا الاوراق. غتمشي للقنصليه، عرفتي شنو غادي دير؟ غتقول لهم هذا راه خطير على ايطاليا، ديرها والله الا بغيتك ديرها. غتمشي للقنصليه ديال اللي عندكم تماك في ايطاليا وغتقول لهم بان هذا غتجيبوا هذه السيده هذه وخطير خطير عليها في ايطاليا، باش الا بغيت نمشي يقول لي لا سير اخويا ما غاديش نقدروا نجيبوا هذه لبلادنا. ولكن باش نبين لكم بان انا اخر هميه ايطاليا، وما مزوجش انا بالمدام على ود ايطاليا، انا مزوج بها لانني باغي ندير حياتي وباغي ندير ولدي وباغي ندير بنتي، باغيت انا ولدي كبر معايا، باغيت انا نحس بالمسؤوليه. راه هي ماشي مشكل هاد الكومونتيرات دابا اللي كيقولوا العكس. انا غنعطيكم واحد الهضره بغيتكم تجاوبوني هاد الكومونتيرات هادو، جاوبوني على هاد الهضره هادي. دابا انا اللي كتقولوا طامع في ديك السيده على ود ايطاليا، علاش غير بغيت تحمل معايا صافا با وهي مقاده ليا الوراق، مترجمه ليا العقد، مترجمه كل شيء، علاش غنبغي تحمل معايا؟ واش انا كاع حمار تحمل مني؟ ديني لتماك نقول لها الله يعاونك، والقانون ديال ايطاليا صعيب، تبقى تابعاني النفقه، يبقى تابعاني مصاريف الولد. الولد امتى كيتحبس عليه الصير؟ تل 18 عام، 18 عام ممكن نصرف عليه، علاش غندير انا الدروينه هذه كامله؟ واتس علاش؟ شو شكون؟ بامكاني يقول لها ما تحمليش وصافي، ولكن ملي خليتها تحمل مني هادشي عنده معنى واحد، انا ما طامعش فيها. ملي خليتها انا تحمل مني اذا اعتبرتها مراتي واعتبرتها جزء مني. ونتمنى تعطوني شي جواب الا ما قنعتكمش راه المشكل منكم. نعم ما غاديش نقدر نجاوب على هذا السؤال. انا قلت لكم غير اللي سمعت وما غاديش نظلم ديك السيده. هي جات عندي قالت لي حامله، وكنت كنشوفها انا عصبيه وكتبكي في البريفي لان الوحم ديالها جاها صعيب، هادشي اللي كتقول لي. ولكن راه ما شفت حتى شي حاجه بعينيا. شفت التيست، واحد المره جابت التيست وطلع بانها حامله، قالت لي انا غنديرو وغنعاود نصوني لك وغتشوف، ودارته وبينات لي بانها حامله. وانا كنتمنى هاد الناس الزوينين اللي كيتفرجوا فيا، هادو اللي كيقولوا طمع فيها على ود الوراق، بغيتهم يجاوبوني غير على هاد السؤال. علاش انا غنطمع فيها على ود الوراق وغنبغيها تحمل مني؟ علاش انا غنبغي وحده تحمل مني وانا ما كنبغيهاش؟ جابوني غير على هذا السؤال، الله يجزيكم بخير. ولكن شي سؤال سول، تفضل. الحاجه اللي خلاتني نتزوج، اوكي، الحاجه اللي خلاتني نتزوج بها مع انني كنت كنعرف بزاف ديال الناس، يعني ما عرفتش انا شكون نختار، واش هذه ولا هذه ولا هذه. هذه دخلتني بضرافتها حنينه، كنكون في كازا كتكون هي في الرباط، كنقول لها تجي لعندي، كتجي لعندي نيشان بواحد الطوموبيل كحله كانت عندها. يعني هادشي اللي خلاني انني نشد مع السيده الطريق، ملي شفت انها غاديه معايا نيشان وشاده معايا الطريق وكتحترمني وكتقدر عائلتي وكتقدر خوتي، انا قلت صافي حتى انا غنولي ولد الناس معها. وانا ماشي ساهل باش نتمشى مع اي وحده ولد الناس. هاد السيده خدات بحال قلتي جابتني لعندها، وحتى انا ما ضحكتش عليها. مؤخرا سحروا لي، الله ياخذ فيها، الله ياخذ فيهم الحق، سحروا لي وسحروا لي حتى انايا مع ديك الحاله اللي درت في داره. راه انا كنشوف الفيديو كنتصدف في راسي، كنبان سوفاج والله. ولكن نتمنى من الناس ملي يشوفوا داك الفيديو يحسوا بيا. انا كنت في واحد الحاله ديال ستريس، كنشوف انا من كنت كنتسناها تولد وبزاف ديال الحوايج، وبين ليله وضحاها كتقول لي طاح لي الولد. راه غير ملي ما درت شي حاجه في راسي راه ما تقولوا واحد. الحمد لله ملي جات في التلفازه وجات في ماكينه الصابون وخدموا غير بينكم وبين عقلكم. على انا كنت كنديرها بالهاني غنهرس التلفازه دايره 5000 درهم،
وكون كانت بات لي دابا شي مسطاره ولا شي حاجه كنت دوزت على راسي اقسم بالله. وانا بورقيه وعندي الشواهد ديال الاعصاب. يعني انا كنت في واحد الحاله ديال ستريس كلنا كنغلطوا وما كايناش شي عافيه بلا دخان. انا غنختم. انا اللي كنتمنى هو هاد الناس اللي دخلوا بيني وبين هاد السيده هادي بخيط كحل، الا كان مكتب لي نبقى انا ومالك راه غنبقاو، كان مكتب لينا نتفارقوا راه غنتفارقوا. يعني هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن الا كانوا هاد الناس هما سبب في الفراق ديالي مع مالك، فانا ما نسمح لكم لا دنيا ولا اخره. سمعوا عقلوا على الجمله مزيان، ما نسمح لكم لا دنيا ولا اخره. ومن واحد الناحيه اخرى اللي غادي يقول راه مشات عليه مالك، لا لا لا، غنعاود نفكركم في سميتي. انا نزار السبيتي، ملي كنشد واحد العلاقه السور وما كنلفتش وجهي هكذا، هادشي ما كيعنيش بان غير هادي اللي عندي، انا كنكون ولد الناس العادي. حقاش هذا راه الزواج، انا مربي واحد الثقافه، عائلتي مربيني واحد التربيه اللي واخا نقولها لهم ما غيثيقوش، هما كيعرفوا غير نزار اللي كيخرج عينيه، نزار صوفاج، نزار هادي. انا ملي كنتزوج ما كنطلع عيني في حتى شي وحده، ما كنبقى نتعنب على حتى شي وحده. خلينا من دوك الفيديوهات ديال تيك توك، هذاك كونسيبت باش نربح الفلوس وصافي. ما نقدرش تبان لي شي وحده ونبقى نهضر انا وياها، علاش؟ انا ماشي محرم ولد الخير، داكشي طالع لي في راسي. اش كيولي بان لي؟ كتولي تبان لي مراتي وولدي وحياتي معاها ووالدي وخوتي. ولاني انا شكت باغي مراتي تفهمو، ولكن سي دوماج الناس كيعمروا لي عقلها. وسمحوا لي وانا كنعتذر من خوتي المغاربه.